بسم الله الرحمن الرحيم. سنة أولى طب أسيوط، أهلا وسهلا بكم، معكم دكتور أحمد صلاح. إن شاء الله النهاردة هناخد محاضرة مهمة جدا، لذيذة جدا وسهلة جدا في نفس الوقت لو ذاكرتها وفهمتها وحفظتها زي ما هقولك بالظبط. المحاضرة دي أهم محاضرة في الأسبوع الأول والتاني والتالت، وأهم محاضرة مبني عليها الميد ترم اللي أنت هتمتحنه إن شاء الله، لأن هي محاضرة طويلة وفيها تفاصيل كتير. هما الملف ده فيه محاضرتين، الممبرينوس والنون ممبرينوس أورجانيل، هنحاول ناخد دي مرة ودي مرة، أو لو قدرنا ناخدهم كلهم مرة واحدة مفيش مشكلة إن شاء الله. طيب ركز معايا كده في شوية البيزك اللي أنا هقولها في الأول، علشان هي دي اللي هنمشي عليها طول المحاضرة. انا بكلمك عن اورجانيل. يعني ايه اورجانيل؟ انا اي خليه في الدنيا زي ما خدنا المحاضره اللي فاتت، يا اما ايوكاريوتيك يا اما بروكاريوتيك. انا كلامي عن الايوكاريوتيك سيل. ايه تركيب الايوكاريوتيك سيل دي؟ قال عباره عن سيل ميمبرين اللي هو غشاء الخليه، وبعد كده عندك سيتوبلازم اللي هو السائل اللي جوه الخليه، في حاجه كبيره هنا اسمها النيوكليوس عباره عن ميمبرين وجواه الدي ان ايه اللي هي المادة الوراثية بتاعتي، وبعد كده الفراغ ده كله اسمه السيتوبلازم. طيب الخلية هتعيش ازاي؟ الخلية دي محتاجة تنتج طاقة، محتاجة تصنع بروتين، محتاجة جهاز يهضم الحاجات اللي جاية من بره، محتاجة. يبقى لازم أن يكون عندي أورجانيل. أورجانيل تصغير كلمة أورجان. أورجان يعني عضو. أنا كإنسان ليا أعضاء، الأعضاء هي اللي بتقوم بالوظائف بتاعتي، فالخلية برضو ليها أورجانيل اللي هي عضيات بتقوم بالوظائف بتاعتها. فأنا عندي أورجانيل هنا كده موجودة جوه الخلية. الأورجانيل دهيت إحنا قسمناها إلى ممبرينس ونون ممبرينس. يعني إيه ممبرينس؟ يعني لها غشاء. يعني إيه لها غشاء يا دكتور؟ يعني لما أجيب الأورجانيل كده أقول لك آه في غشاء، في ممبرين زي السيل ممبرين بالظبط بيحيط بالأورجانيل ده، لكن في اورجانيل تانية لا، هي الاورجانيل بس كده وخلاص، ملهاش غشاء بس، بدي التقسيمة بتاعتي. طيب وانا بتكلم عن الاورجانيل دي هتكلم ازاي؟ احنا في مادة ايه؟ ده ايه ده؟ مش ميكروسكوب؟ اه انت في مادة هيستولوجي فعلا. انت عايز تتكلم يا اما عن لايت مايكروسكوب، يا اما عن الكترون مايكروسكوب، يا اما عن فانكشن. والفانكشن دي مهمة لان في محاضره في الفسيولوجي هناخدها ان شاء الله اسمها الفانكشن اوف الاورجانيل، الفانكشن اوف الاورجانيل، فيحدثك عن وظيفه كل اورجانيل. فانت لو مذاكر هنا كويس وحافظ الوظيفه، في محاضره، هما مش محاضره هما محاضرتين، في محاضرتين في الفسيولوجي انت مش هتذاكرهم. ليه؟ انا عارف الاورجانيل وعارف وظيفته، فدي اهم حاجه اللي هي الوظيفه. لما اقول لك جولجي ابريتس ما تقوليش يعني ايه جولجي ابريتس، قول لي بيعمل ايه، لان جولجي ابريتس ده اسم الاورجانيل. انت بتعرف اسم الشيء، ماهيه الشيء من الوظيفه بتاعته. يعني انا لو جبت واحد من العصر الجاهلي وقلت له عجله، هيعرف ايه دي؟ هيقول لي يعني ايه عجله؟ هقعد اشرح له او اترجم له باللغه بتاعته عجله يعني ايه؟ خليه مثلا جاي من انجلترا، اقول له بايسكل، اقول له عجله بالانجليزي، مش هيفهم برضه. لما اجيب له العجله واوريها له واقعد عليها وابدل وامشي، اه هي دي العجله. فاذا هو من وظيفه الحاجه فهم الاسم. فهنا ما تقوليش ترجم لي اسماء الاورجانيل، دي اسماء حاجات جوه الخليه بتعمل وظائف معينه. يعني مثلا لما نيجي نتكلم عن الرف اندوبلازميك ريتيكولوم، بتقول لي يعني ايه رف اندوبلازميك ريتيكولوم؟ اقول لك لا، ده مكان تصنيع البروتين في الخليه، ده مش مالوش ترجمه. تمام، ساع البريد، ترجمة ساع البريد، ده اللي بيوصل البريد. يبقى متفقين ان احنا لما نيجي ناخد الاورجانيل واقول لك الاسماء ما تقوليش ترجمتها ايه، قول لي الفانكشن بتاعتها ايه، او ما نفهم دي عبارة عن ايه. دي اول حاجة. طيب تاني حاجة هناخد اللايت مايكروسكوب. انت عارف اللايت مايكروسكوب ده بيشوف ايه؟ بيشوف ستين، صبغات. مش احنا قلنا اهم حاجه في اللايت مايكروسكوب اكزامينشن ان انا اصبغ؟ ما ينفعش اعمل دايركت اوبزرفيشن للحاجه لان الخلايا كلرلس ملهاش لون، فلازم اصبغ عشان اشوفها. فباللايت مايكروسكوب لازم تتكلم عن الستين. طب الستين عندك ايه؟ في عندك الجنرال ستين اللي هي الهيماتوكسلين اند الايوسين، وفي عندك سبيشال ستين. فاول ما اقول لك مثلا الجولجي ابريتس باللايت مايكروسكوب تقول لي هيماتوكسين اند يوسين، طبعا هيماتوكسين اند يوسين بيبقى حاجه من اتنين، يا بيزوفيل يا اسيدوفيل. المفروض الكلام ده انت مذاكره وحافظه، طالما احنا بناخد مثلا دي محاضره رقم 6
والكلام ده مذكور في المحاضرة رقم 3، يبقى لازم تكون مذاكره وحافظه، ما ينفعش تنتقل من محاضرة لمحاضرة وانت مش مذاكر. ما تستخدمليش الفيديوهات كأنها حلقات مسلسل، انت قاعد تسمع حلقة ورا حلقة وما بتذاكرش، بتضيع وقتك في الفاضي. يبقى لما اقول لك لايت مايكروسكوب هتقول حاجة من اتنين، يا بيزوفيل يا اسيدوفيل. طب لو في سبيشالستين خاصة بهذا الاورجانيل تقول لي عليها. طيب بالنسبة للالكترو مايكروسكوب، الالكترو مايكروسكوب ده بيوريني التفاصيل الدقيقة، صح؟ يبقى لازم توصف شكل الاورجانيل اللي احنا بنتكلم عنه. يبقى لما اقول لك لايت مايكروسكوب هتبدأ بايه؟ بيزوفيل ولا اسيدوفيل؟ تاني حاجة لو في سبيشالستين هتتكلم عنه. طيب الالكترون مايكروسكوب هتوصف لي، يعني ايه هوصف لك يا دكتور؟ يعني قول لي مثلا انت شايفه كام طبقه، زي السيل ممبرين كده تراي لامينار، ولا انت شايفه انابيب تيوبيول، ولا انت شايفه انابيب مبططه شويه يبقى اسمها فيزيكال او سيسترنا. طب انت شايفه كيرفيد ولا شايفه ستريت ولا شايفه فولدد متني على نفسه؟ يبقى ده الالكترون مايكروسكوب بيقول لي شكل الحاجه. ثم الفانكشن اللي هي الوظيفة. طيب تعالى نبدأ كده علشان ما نتكلمش كتير في الفاضي. ادي اول صفحة معايا بيكلمني عن السيل اورجانيل وبيقول لي ان هي ممبرينس ليها غشاء ونون ممبرينس ملهاش غشاء. مش هقرأ معاك اسمائهم ملهاش لازمة، ما احنا هننزل ناخد كل واحد وناخد الفانكشن بتاعته. اول حاجة معايا حاجة اسمها الاندوبلازميك ريتيكولوم. اندوبلازميك ريتيكولوم الشبكة الاندوبلازمية، ايوه مالها دي؟ قال لك دي عبارة عن اكستنسيف نتورك، يعني شبكة معقدة، شبكة كتيرة من انترا سولولار ممبرين. ماشي، يبقى خلاص دي نتورك اوف ممبرين، شبكة من الأغشية. مش ده المهم، المهم ان هي نوعين على حسب الفانكشن وعلى حسب المورفولوجي، رف اندوبلازميك ريتيكولوم وسموث اندوبلازميك ريتيكولوم. رف يعني خشنه، سموث يعني ناعمه. ايه ده، هو ده الفرق بينهم، ان واحده خشنه وواحده ناعمه؟ اه. تعال نبص في الصوره كده، دي صوره بالالكترون مايكروسكوب. طالما انت شايف تفاصيل وشايف اشكال قدامك يبقى ده الكترون مايكروسكوب. ايه رايك، ايه الفرق بين دي ودي؟ والله يا دكتور في فرقين. اول حاجه دي ناعمه سموث، لكن دي فيها حبوب اهي، فيها حاجات طالعه، يبقى دي رف فعلا، دي الرف ودي السموث. تاني حاجه الشيب، دي عباره عن ايه؟ انبوبه تيوبيول، لكن دي عباره عن ايه؟ انبوبه مبططه او حاجه مبططه كبيره واسعه كده، بنسميها سيسترنا. تعال بقى ناخدهم وندرسهم. طيب زي ما اتفقنا لما اقول لك سموث اندوبلازميك ريتيكولوم ده اسم محتاج ترجمه، ترجمته ايه؟ ترجمته الفانكشن. امشي معايا بالترتيب اللي انا بقول بيه علشان تلاقي الدنيا سهله وتعرف انت هتذاكر ايه. دي محاضره 17 صفحه، لو قعدت تقرا كل كلمه وكلمه مش هتخلص. اديك الاول المهم علشان بعد كده الكلام الباقي يبقى انت تفهم ان ده كلام استرسالي ملوش لازمه، انت بتعرفه كمعلومه وخلاص. سموث اندوبلازميك ريتيكولوم ايه الترجمه بتاعتها؟ قال لي ده الاورجانيل اللي بيعمل الوظائف الاتيه. اول حاجه ليبيد سينسز، هو اللي بيفرز لي الدهون، ليبيد سينسز بيفرز الدهون. تاني حاجه بعمل دي توكسيفيكيشن اوف الدراجز، توكسين يعني ماده سامه، توكسيفيكيشن يعني سميه، دي توكسيفيكيشن يعني ازاله السميه، بيزيل سميه الادويه دراجز. هيلب الماسكولار كونتراكشن، بيساعد على الانقباض العضلي. هيلب الانترا سولولار ترانسبورت، بيساعد على النقل داخل الخليه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو في حاجه جوه الخليه موجوده هنا كده وعايزه تيجي هنا كده، السموث اندوبلازميك ريتيكولوم بتساعدها تنتقل. طيب تاني حاجه الجلايكوجينولايسيس، ركز معايا. جلايكوجين، ما هو الجلايكوجين؟ هناخده في البايوكيمستري، دي الصوره المخزنه من الكربوهيدرات. لما باكل الاكل بيطلع منه جلوكوز، الجلوكوز ده بتكون كميته كبيره عن احتياجات الجسم، فبيبدأ يخزن الجلوكوز ده على هيئة جلايكوجين في خلايا مين؟ في خلايا الكبد. طيب بعد ساعة من الأكل أنا جعت، يقوم الكبد يكسر الجلايكوجين ويرجعه تاني جلوكوز عشان أستخدمه. عملية تكسيره دي اسمها إيه؟ اسمها جلايكوجينولايسيز، لايسيز تكسير. بتحصل فين؟ في الليفر سيل، في خلية الكبد. ثم المينرال ميتابوليزم اللي هو التفاعلات الكيميائية اللي المعادن هتدخل فيها. معادن قصدي بيها هنا مثلا اللي هو الكلور، الكالسيوم، الحديد. فهو اداك مثال هنا عن الكلور،
انا عندي خليه في الاستومك، خليه في المعده اسمها البرايتال سيل، دي المسؤوله عن افراز الاتش سي ال اللي هو حمض المعده. هتجيب الكلور منين؟ بتجيبه من السموث اندوبلازميك ريتيكولوم. يبقى لما اقول لك سموث اندوبلازميك ريتيكولوم انت فهمت ان ده الاورجانيل اللي بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، والفانكشن دي تتحفظ وبتيجي ام سي كيو وبتيجي ريتن كتابي. هيقول لك السموث اندوبلازم ريتيكولوم مسؤول عن، ويديك نقط ويسيبك تكتب اي واحده من دول، او يقول لك مين الاورجانيل اللي مسؤول عن الليبيد سينسز ويديك نقط فتكتب انت سموث اندوبلازم ريتيكولوم. اهم من ان انت تذاكر ان انت تكتب، لان مشكلتك هتبقى امتحان الريتن مش امتحان الام سي كيو. امتحان الام سي كيو السؤال قدامك والاختيارات قدامك، فعمرك ما هتحس بتانيب ضمير ان انت حلل غلط، انت كده كده هتختار اجابه. لكن امتحان الريتن هو عايزك تكتب، انت هتجيب له هتكتب له كلام انت ما انتش فاهمه، فلازما او هتكتب له كلام انت ما انتش عارف تسبل الحروف بتاعته او تنطقه اصلا، فلازم تنطق كويس عشان تكتب كويس. الريتن اهم من الام سي كيو. طيب دي كده ترجمه السموث اندوبلازمك ريتيكولوم، عرفنا فايدتها ايه في الخليه. تعال نتكلم بقى عن اللي احنا ثبتناه، الكترون مايكروسكوب ولايت مايكروسكوب. بالنسبه لللايت مايكروسكوب هايلي اسيدوفيليك، لونها ايه؟ لونها احمر، هايلي اسيدوفيليك. ليه؟ due to absence of ribosome، مفيش فيها ريبوسوم. ايه الريبوسوم ده؟ ما اعرفش، خلاص سيبك منه دلوقتي. الاهم عندي انها هايلي اسيدوفيليك. حلو، طب وبالالكترون مايكروسكوب دي ممبرينس اورجانيل ولا نون ممبرينس؟ دي ممبرينس، ليها غشاء، فيقول لك ممبرين باوند يعني محاطه بغشاء. تيوبيول دي انابيب، ده مكان انابيب محاطه بغشاء. يقول لك ممبرين باوند تيوبيول اند فيزيكال ويز نو ريبوسوم، مفيش على سطحها ريبوسوم. الريبوسوم دي اللي هي الحبوب، النقط اللي انت شايفها قدامك دي. السموث مفيش فيها حبوب، مفيش فيها ريبوسوم. يبقى ادي اللايت مايكروسكوب، ادي الالكترون مايكروسكوب، ادي الفانكشن. اكتر من كده انا مش عايز اي كلمه في السموث اندوبلازمك ريتيكول. طب ايه يا دكتور الكلام الكتير اللي مكتوب ده؟ تعالى يا سيدي افهمك ايه الكلام الكتير اللي مكتوب ده. دلوقتي لو قلت لك ان انا شغال حطاب، انت خلاص بس يعني استدركت ان انا عندي فاس، صح؟ طب لو قلت لك ان انا شغال فلاح، انت استنتجت ان انا عندي جرار، صح؟ لو قلت لك انا دكتور، انت استنتجت ان انا عندي سماعه. يبقى اذا لما اقول لك ان الشخص ده بيشتغل شغلانه فلانيه، انت بتفهم انه عنده الادوات اللي بتمكنه انه يشتغل الشغلانه دي. طيب انا عندي في الجسم خليه، عندي في الجسم خليه زي الادرينال كورتكس، وزي خلايا الاوفري، وزي خلايا التستس. ايه الخلايا دي؟ قال لك الخلايا دي خلايا غدد في الجسم. ما يهمنيش تعرف يعني ايه ادرينال كورتكس او اوفري او تستس، بس الاوفري ده المبيض الموجود في الفيميل جهاز التناسلي، التستس دي الخصيه اللي موجوده في الميل، الادرينال كورتكس خدت انت قبل كده الكليه الكدني بتاعتنا، فوقها غده اسمها السوبرا رينال جلاند. السوبرا رينال جلاند دي بنقسمها لقشره ومضله اللي هو الجزء الداخلي. القشره دي اللي هي الادرينال كورتكس. المهم ان دي غده ودي غده ودي غده، ما دي خلايا غدد. خلايا الغدد ده اهي بتفرز ليبيد، يبقى اكيد الخلايا دي جواها مين؟ جواها سموث اندوبلازميك ريتيكول. ركز معايا، الثلاث خلايا دول بيفرزوا ليبيد، يبقى اكيد جواهم مين؟ اكيد جواهم الاورجانيل المسؤول عن الليبيد سينسس اللي هو السموث اندوبلازميك ريتيكول. فهو هنا بيقول لك ان السموث اندوبلازميك ريتيكولوم از ويل ديفلوبد، يعني موجوده بكثره في الخلايا المسؤوله عن سينسز اند سيكريت استيرويد. يعني استيرويد يعني دهون، او بمعنى اصح هرمونات دهنيه، مواد دهنيه، اي ماده دهنيه في الجسم بسميها استيرويد. بيقول لك اند ذير فور از هايلي ديفلوبد ان ذا سيل اوف ادرينال كورتكس، والاستيرويد سيكريتنج سيل الموجوده في الاوفري والتستس، يعني اي خلايا بتفرز دهون هيبقى موجود فيها سموث اندوبلازميك ريتيكولوم. هيسألك في الكلام ده ما بتسألش، بس خليك فاهمه ان دي خلايا بتفرز دهون فلازم أن يكون فيها سموث اندوبلازميك ريتيكولوم. طيب بالنسبه للهيباتوسايت اكيد هيبقى فيها، مش لسه قايلين الهيباتوسايت اللي هي خليه الكبد بتخزن فيها جلايكوجين وهي بتعمل جلايكوجينولايسز وبتاع، فبرضه فيها هايلي ديفلوبد سموث اندوبلازميك ريتيكولوم، عشان خاطر حتى الديتوكسيفيكيشن بتاع الدراجز، مش هي بتعمل ديتوكسيفيكيشن للادويه؟ طب ما هو خلايا الكبد هي المسؤوله عن التخلص من الادويه، يبقى صح يبقى موجود فيها بكميه كبيره. يقول لك عشان خاطر ان انا اديتوكسيفاينج الهيدروفوبيك كومبوننت اللي هي المواد اللي بتدوب في الميه من خلال الكونجوجيشن والاكسكريشن. الجمله دي هنفهمها في الفرن. تقول لي يا دكتور انا عايز افهمها هنا. ملهاش لازمه يا حبيبي، دي ماده هيستولوجي. الهيستولوجي له اصول في الاسئله. هيستولوجي بسالك عن لايت مايكروسكوب، عن الكترو مايكروسكوب، عن فانكشن.
لكن مش بسأل عن كل كلمة، ده مش زي امتحانات الثانوية العامة هيقعد يفحر لك في الجمل، لا دي مادة هيستولوجي، هو له اهتمامات في أسئلته يشوفك غطيتها وانت بتدرس مادة الهيستولوجي ولا لا. لكن معلومة زي دي تبع مادة الفارما، ان شاء الله الترم التاني ناخدها مع بعض في الفارما، يعني ايه كونجوجيشن ويعني ايه اكسكريشن ويعني ايه هيدروفوبيك كومبوننت والقصص دي كلها. بس انت فهمت من الجمل دي ان السموث اندوبلازميك ريتيكولوم هتبقى موجودة في بعض الخلايا بكثرة علشان هي بتقوم بوظيفة مهمة جدا بالنسبة للخلايا دي. طيب الجملة اللي فوق بيقول لك ان السموث اندوبلازميك ريتيكولوم ليك رايبوسوم، مفيش فيها رايبوسوم، وبالتالي هي سموث، لكن فيها انزيمز كونتين انزيمز اسوشيتد ويز ا وايد فاريتي اوف سبيشاليزد فانكشن، يعني فيها انزيمات بتقوم بوظائف متعدده، احنا خدنا تحت 6 وظائف. بعد كده اخر جمله بيقول لك انها موجوده في خلايا السكيليتال ماسل والكاردياك ماسل بكثره، فقمت انا رايح مديها اسم دلع، ساركو بلازميك ريتيكولوم. يبقى مين هي الساركو بلازميك ريتيكولوم؟ قال لي دي اللي سموث اندوبلازميك ريتيكولوم الموجوده في خلايا المصل، بسميها اسم تاني، محمد صلاح لما راح لعب في ليفربول بقى اسمه موصلا، خلاص بقى اسمه موصلا، فموصلا هو اسم دلع محمد صلاح، ايه دي نفس القصه، سموث اندوبلازميك ريتيكولوم وهي موجوده في خليه المصل بسميها ساركو بلازميك ريتيكولوم. بس يبقى دي الجمل اللي مكتوبه قدامك فوق، لكن لايف مايكروسكوب الكترون مايكروسكوب فانكشن هم دول الاهم، هم دول اللي تركز عليهم. طيب بعد كده نتكلم على الرف اندوبلازميك ريتيكولوم. الرف اندوبلازميك ريتيكولوم ايه الترجمه بتاعتها؟ تعال هات الفانكشن ده اللوكيشن اوف ميمبرين اند سكريتوري بروتين برودكشن، دي المسؤوله عن تصنيع البروتينات وتصنيع الممبرين اللي هو غشاء الخليه. مين اللي بيعمل الكلام ده؟ اللي هو الرف اندوبلازميك ريتيكولوم. يبقى لما اقول لك العضي المسؤول عن تصنيع البروتين رف اندوبلازميك ريتيكولوم، انت فهمت بقى ان اي خليه في الجسم هتفرز بروتينات هيبقى فيها رف اندوبلازميك ريتيكولوم. الخلايا اللي بتفرز بروتينات دي بسميها ايه؟ بسميها السكريتوري سيل. فبيقول لك هنا اهوت ان الرف اندوبلازميك ريتيكولوم موست هايلي ديفلوبد ان اكتف سكريتوري سيل، اي خليه افرازيه هيبقى فيها رف اندوبلازميك ريتيكولوم هايلي ديفلوب يعني بكثره. بيقول لك ان ذوس سيل ذات سينسز بروتين، الخلايا اللي بتفرز بروتين ديستندد تو ليف ذا سيل اند ان ذا سيل وذ لارج اماونت اوف بلازما ممبرين ساتش از النيرون او السكريتوري سيل انكلود الجلاندولار سيل اللي هي الخلايا بتاعت الغدد زي البنكرياتيك اسينر سيل اللي هي الخلايا بتاعت البنكرياس، البنكرياس بيفرز انزيمات هاضم، والبلازما سيل، البلازما سيل اللي هي الخلايا المسؤوله عن افراز الاجسام المضاده، الاجسام المضاده دي بروتينات. فبقول لك انها بتبقى موجوده في الخلايا اللي بتفرز بروتينات ديستند تو ليف ذا سيل يعني بروتينات هتغادر الخليه. هفهمك انا القصه دي واحنا بناخد الريبوسوم، ان في نوع من البروتينات، نوعين من البروتينات، بروتينات بتتصنع للاستخدام المحلي بتستخدم جوه الخليه، وبروتينات بتتصنع علشان تبقى سكريتوري تفرز لبره. رف اندوبلازميك ريتيكولوم البروتينات اللي بتصنعها سكريتوري بروتين، بروتينات هتتفرز هتخرج لبره، تمام؟ فدي القصه. طب هل ده مهم؟ والله مهم، مش مهم خالص، مش شغلش بالك بيه. ايه الاهم عندي؟ اللايت مايكروسكوب والالكترون مايكروسكوب. باللايت مايكروسكوب بتبان بيزوفيليك، هايلي بيزوفيليك، ليه؟ قال لي لان موجود جواها رايبوسوم. يبقى انت فهمت ان الرايبوسوم في الصبغات بتبان بيزوفيليك، فلما بقت موجوده على الرف اندوبلازميك ريتيكولوم خلتها بيزوفيليك، ولما مش موجوده في السموث خلتها اسيدوفيليك. بيقول لك اول رايبوسوم كونتين ار ان ايه ذات اكونت فور بيزوفيليك ستيننج اوف السيتوبلازم، يعني الريبوسومات دي من مكوناتها الار ان ايه، ده زي الدي ان ايه كده ماده وراثيه مسؤول عن اللون البيزوفيليك ده. بيقول لك ذا لارج بيزوفيليك بادي اوف النيرف، مش احنا لسه مسمين السموث اندوبلازميك ريتيكولوم في المصل ساركوبلازميك ريتيكولوم، هنسمي الرف اندوبلازميك ريتيكولوم في النيرف سيل نسل بودي. بس شكرا، ايه المعلومه الصعبه؟ النيرف سيل الرف اندوبلازميك اللي جواها اسمها نسل بودي. يقول لك consist of both rough endoplasmic reticulum and large amount of free ribosome، يعني النس البودي دي تجمعات من الرف endoplasmic reticulum والريبوسوم جوه النيرف سيل سميناها احنا نس البودي. بس ده معلوماتنا عن النس البودي، لكن اللي يهمني لايت مايكروسكوب هايلي بيزوفيليك. طب الالكترون مايكروسكوب قال لها دي ممبرينس، اه يبقى ممبرين باوند. ممبرين باوند ايه بقى؟ سيسترنا انها انابيب مبططه سيسترنا ويز ريبوسوم. شكرا، مش عايز اي حاجه تانية. يقول لك اون زير سيرفيس اند كونسنتريت ماتيريال ان زير هيومن، الريبوسوم موجود في كل حته يعني. بيقول لك الرف اندوبلازميك ريتيكولم بتبقى كونتينوس مع الاوتر ميمبرين بتاع النيوكلير انفلوب. هي ايه القصه دي؟ هناخد ان شاء الله النيوكليس ونعرف ان النيوكليس ليها تو ميمبرين انر واوتر، النيوكليس لها ميمبرين داخلي وميمبرين خارجي. هو بيقول لك اهو بص كده على الحته دي، ان الاوتر ميمبرين بتاع النيوكليس ملتحم مع الرف اندوبلازميك ريتيكولم،
معلومة مش مهمة يعني، هما الاتنين جنب بعض، خلاص ماشي يا عم، شكرا، عرفت، شكرا جزيلا للمعلومة الغالية دي. يبقى انت لما تيجي تذاكر دلوقتي عايزك تجيب ورقة بيضة وتقوم كاتب فيها فوق هنا لايت مايكروسكوب، الكترون مايكروسكوب، وفانكشن، وتقوم كاتب الاورجانيل، سموث اندوبلازمك ريتيكولوم، راف اندوبلازمك ريتيكولوم، الجولجي، الحاجات اللي احنا لسه ناخدها، وتبدأ بقى تسكن وتحفظ وانت بتكتب، وتقوم حافظ الورقة دي، وتبقى الورقة دي هي ملخص ال 17 ورقة اللي موجودين قدامك. انا كان ممكن اعملها لك، بس هو انا هفضل اعمل لك كل حاجة؟ لازم انت تذاكر معايا بقى، لازم تبذل مجهود، انا عايزك تكتب بايدك علشان تتعود. طب يا دكتور، دكتور انا طالب سنة اولى، انا بحب اعرف كل حاجة، انا عايز كل كلمة تتقرأ لي في الهاند اوت، عشان الدكاترة في الجامعة قايلين كل حاجة من الهاند اوت. دي طبعا اكذوبة، هي كل حاجة من المادة العلمية الموجودة في المنهج. ف يعني ما تنسقش قوي ورا الكلام اللي بيتقال. لما اقول لك المعلومه دي مش مهمه، ثق تمام الثقه ان احنا بقى لنا 6 سنين في النظام الجديد، 6 امتحانات دور اول، 6 امتحانات دور تاني، 6 امتحانات ميد ترم كل سنه، فاضرب في عدد السنين يطلع لك اكتر من 100 امتحان. 100 امتحان خلاص عرفنا ايه المعلومه اللي هتيجي وايه المعلومه مش هتيجي. خلاف بقى ان انا يعني قبل النظام القديم كنا بنيجي في النظام الجديد وشايفين بنوك الاسئله، ما محدش بيخلف اسئله، كله بيجيب من بنوك الاسئله سواء اجنبيه سواء بنوك اسئله خاصه بكتب الاسئله بتاعت الكليه بتاعت النظام القديم. فخلاص ما مش هيكلمك عن دول، هيكلمك عن لايت الكترون وفانكشن، شكرا. طيب ايه بقى القصه اللي فوق دي؟ وصف يعني، ده الالكترون مايكروسكوب بتاعها تاني بس بشيء من التفصيل. فبيقول لك ده فلاتن سيستيرن، ماشي. الرف كم فروم زمين الريبوسوم، يعني بيقول لك هي رف علشان فيها ريبوسومات كتير، تمام، على الممبرين بتاع الرف اندوبلازمك ستاد ديت، يعني ماليه الممبرين. الريبوسوم اسوشيتد ويز الترانسفير ار ان اي اللي هو التي ار ان اي تو ترانزليت المسنجر ار ان اي او الام ار ان اي. دي معلومه ما تهمكش دلوقتي، دي معلومه جينيتكس هناخدها ان شاء الله في كيفيه بناء البروتين، انت ممكن كان عندك هنت بسيط عنها في الثانويه العامه، بس دي ما تهمنيش دلوقتي، مش هيسالك فيها هنا في الهيستولوجي، هنتسال فيها في الجينيتكس بتاع البايو كيمستري، اللي هو ازاي الريبوسوم بيصنع البروتين، وان في شريط اسمه المسنجر ار ان اي بيجي كده، والريبوسوم بيجي يمسك فيه كده ويبدا يقرا الشفره الوراثيه اللي موجوده عليه ويبدا يصنع البروتين بمساعده التي ار ان اي. ده كله كلام سابق لاوانه، لكن انت بس تفهم ان الرف اندوبلازميك ريتيكولوم مسؤول عن تصنيع البروتين. بيقول لك البروتين اوز فانكشنال دنسيتي از تو بيكم بارت اوف ذا بلازما ممبرين، يعني البروتين اللي بتصنع من خلالها دي بيطلع يبقى جزء من البلازما ممبرين اللي هو غشاء الخليه، او يطلع للاكسترا سولار انفايرمنت يبقى سيكريتد بروتين بقى ويطلع لبره. كمان بيقول لك بعض الانترا سولار اورجانيل ار سينثيز باي الاندوبلازميك ريتيكولوم، زي مين مثلا؟ زي اللايزوزوم، في اورجانيل بتتصنع بمساعده الرف اندوبلازميك ريتيكولوم زي اللايزوزوم. الرف اندوبلازميك ريتيكولوم هي اللي بتصنع الانزيمات الهاضمه بتاعه اللايزوزوم، بعد كده يروح للجولجي يحوطه بغشاء. هنفهم الكلام ده كله دلوقتي، لكن ده مهم والله ما مهم ولا تبص فيه حتى ولا تفكر فيه. نيجي للجهاز اللي بعد كده معانا اللي هو الجولجي ابريتس. ما هو الجولجي ابريتس؟ ايه الترجمه؟ الترجمه يبقى انزل على الفانكشن يا دكتور. ده جهاز موجود في الخليه مسؤول عن الاتي: كوندنسيشن، باكجينج، وموديفيكيشن اوف البروتين. احفظ لي ال3 كلمات دول، انسى اسمك واحفظهم: كوندنسيشن، باكجينج، موديفيكيشن اوف البروتين. يعني ايه القصه دي؟ البروتين لما بتصنع، وهناخد في البايو كيمستري لو انت سمعت اول محاضره، عباره عن سلسله من الامينو اسيد، احماض امينيه كده ماسكه في بعض عاملين سلسله. طيب البروتين ده كده وظيفي؟ يقدر يقول يقوم باي فانكشن ولا له اي 30 لازمه؟ لازم انا امسك الخيط ده بقى واشكله، اعمله على هيئه كتله، اعمله على هيئه مربع، اعمله على هيئه دايره، المهم اشكله جوه الخليه عشان يبقى فانكشن. كوندنسيشن ان انا اجمع كذا خيط مع بعض، باكجينج ان انا ابدا الفهم حوالين بعض واعمل اشكال، موديفيكيشن ان انا اضيف بعض الكيميكال جروب للبروتين، اضيف مثلا مجموعه ميثايل، مجموعه كربوكسيل، اضيف اي ايه مجموعات كيميائيه للبروتين عشان اعدل فيه. مين اللي بيعمل بقى ال3 عمليات دول؟ الجولجي. يبقى الجولجي ده الجهاز المسؤول. مين اللي بيصنع البروتين؟ الرف اندوبلازميك ريتيكولوم. مين اللي بيعدل على البروتين ويجمعه مع بعضه ويظبطه؟ الجولجي ابريتس. يبقى كوندنسيشن، باكجينج، موديفيكيشن اوف الايه؟ اوف البروتين. تاني حاجه فورميشن اوف اللايزوزوم، يقول لك باي باكجينج الهيدروليتيك انزيم. الانزيمات الهاضمه قلنا بتتصنع في مين؟ في الرف اندوبلازميك ريتيكولوم. وبعدين انا اجيب الانزيمات الهاضمه دي والفها
بغشاء. ليه؟ عشان ما تهضمش الخلية، دي انزيمات هضم وهتهضم الخلية، أو أنا عامل لها غشاء خاص بيها وطلعها للسيتوبلازم، يبقى اسمها اللايزوزوم. ده اورجانيل من الاورجانيل بتاعته الخليه، وهناخده دلوقتي. يبقى مين اللي بيصنع اللايزوزوم؟ الجولجي. مين اللي بيصنع الهيدروليتيك انزيم بتاعت اللايزوزوم؟ الرف اندوبلازميك ريتيكولوم. بعد كده بيقول لك هنا بيضيف الكربوهيدرات على البروتين عشان يصنع حاجه اسمها البروتيوجلايكان. طب ما دي من الموديفيكيشن، يعني زي ما بتضيف حاجه على البروتين كيميكال جروب بتضيف كربوهيدرات عادي. فانت احفظ بس اللي انا قلت لك عليه، موديفيكيشن كوندنسيشن وباكيشنج، وهو المسؤول عن تصنيع اللايزوزوم. يبقى دي الفانكشن بتاعت الجولجي. لما اقول لك جولجي تقول لي بيعمل كذا. طب اللايت مايكروسكوب، قال لك باللايت مايكروسكوب احنا عندنا صبغه اللي هي الجنرال ستين اللي هي الهيماتوكسين اند يو سي. قال لك باللايت مايكروسكوب بيبقى لايت ستيننج، صبغه خفيفه خالص يا باشا. لا، ده ان ستيند اريا، ده منطقة غير مصبوغة، منطقة مفيش فيها صبغة باللايت مايكروسكوب، بنسميها احنا ايه؟ بنسميها نيجاتيف جولجي ايمج. يعني المنطقة الفاضية اللي موجودة في الخلية اللي ما خدتش صبغة، الصبغة بالنسبة لها نيجاتيف، هي دي المكان، هي دي مكان وجود الجولجي. لما تبص على خلية وتلاقي حتة مش مصبوغة يبقى دي جواها جولجي، يبقى المكان ده فيه جولجي، يبقى unstained area او negative Golgi image. طب انا عايز اشوفه، يبقى استخدم سبيشال ستين بقى. السبيشال ستين بتاعتك اللي هو السيلفر والاوزميك، سيلفر واوزميك امبريجنيشن، يعني انت تحطه فيهم، يعني هتلاقيه بيبان لك باللون دارك، دارك ستراكشر، له لون اسود كده. يبقى السيلفر والاوزميك دول السبيشال ستين بيبان دارك، خلاف كده ما بيبانش. فبيقول لك بالهيماتوكسين اندوسين السكريتوري سيل هاف لارج جولجي ابريتاس. طبعا السكريتوري سيل اللي هي الخلايا الافرازيه اللي فيها كميات كبيره من الراف اندوبلازميك ريتيكولوم برضه هيبقى جواها كميات كبيره من الجولجي، ما هما الاثنين بيساعدوا في انتاج البروتين. يقول لك زي البلازما سيل والاوستيوبلاست وخلايا الابيديدايمس، ما علينا من اسماء الخلايا، مش مهم ان انت تعرف. بيقول لك اكسبت ا كلير اريا، كلير اريا منطقه فاضيه، هو بيوصف لك بس نير النيوكليس جنب النواه، يبقى ده ايه؟ جولجي بالنسبه لللايت مايكروسكوب. بالنسبه للالكترون مايكروسكوب يقول لك الجولجي ده عباره عن، واحفظ الكلمه اللي انا هقولها لك، انا هجمع لك جمله، ميمبرين باوند، خلاص لان ده ميمبرينوس اورجانيل، كيرفيد فلاتند سيسترنا. ميمبرين باوند كيرفيد فلاتند سيسترنا، يعني ايه؟ هنجيب سيسترنا اهي ونتنيها شويه تبقى عامله كده. طيب هتجيب كام واحده من الكيرفت سيسترنا دي؟ قال لك من 3 ل 8. طيب لما هي بقت كيرفت كده، مش بقى في سطح مقعر لجوه وسطح محدب لبره؟ مقعر يعني كونكيف، محدب يعني كونفكس. فيقول لك بقى ليها تو سيرفيس، كونكيف سيرفيس وكونفكس سيرفيس. الكونكيف سيرفيس الاسم التاني ليه ترانس سيرفيس او ماتيوريشن سيرفيس، والكونفكس الاسم التاني ليه سيس سيرفيس او فورميشن سيرفيس. دي اسماء تانية له كذا اسم، تمام. مين الكبير؟ الكونكيف. مين الصغير؟ الكونفكس، تمام. يبقى لما اقول لك الالكترون مايكروسكوب هتقول لي ميمبرين باوند كيرفد فلاتن سيسترنا، انت لو قرات الكلام كله هتلاقيه مجمع تاني. طيب كام سيسترنا؟ من 3 ل 8 سيسترنا. يقول لك كل ما زاد العدد ده بيعتمد على الاكتيفيتي بتاعت الخليه. طب السيسترنا دي او الفيزيكلز دي بقى ليها تو سيرفيس، لارج في الكونكيف وسمول في الكونفكس. طيب بيقول لك بقى ان الجولجي بيستقبل بروتينات عشان يظبطها وبعد كده يخرجها في حويصلات. فبيقول لك بتلاقي سمول فيزيكل بتروح للرف من الرف اندوبلازميك ريتيكولوم تدخل للجولجي، بتحمل سكريتوري ماتيريال، مواد افرازيه، ماتيريال مواد افرازيه نحو الفورميشن سيرفيس اللي هو الصغير، عشان الفورميشن سيرفيس ياخدها ويدخلها جوه الجولجي ويصنعها ويظبطها ويطلعها من الماتيوريشن سيرفيس اللي هو خلاص بتاع النضج. يبقى ده الفورميشن، ده الايه؟ يبقى السمول فيزيكل بتروح ناحيه الفورميشن، اللارج فيزيكل او السكريتوري فيزيكل اللي هي الحويصلات الافرازيه بتخرج من الماتيوريشن سيرفيس، تمام. الكلام ده مهم لازم تكون واخد بالك منه. طيب بالنسبه لجزئيه السايت اللي موجوده فوق دي اللي هو مكانه، بيقول لك بيري نيوكليير، ما احنا لسه قايلينها ان هو بيبقى اراوند النيوكليس، في النيرف سيل، في السكريتوري سيل، بيقع ما بين النيوكليوس وما بين السكريتوري سيرفيس اللي هو المكان اللي الخليه هتطلع منه الافرازات. يعني السكريتوري سيل ديت بتبقى كده وجنبها خليه تانيه، ودي القاعده اللي هم قاعدين عليها وبيطلعوا الافرازات كده، فدي النيوكليوس. الجولجي يبقى فين؟ هنا كده، ما يبقاش هنا كده، ما يبقاش هنا كده، لا بيبقى فوق ناحيه السكريتوري سيرفيس عشان يستقبل وبعد كده هو اللي يرمي لبره بقى.
وفي الليفر سيل يقول لك بيبقى سكاترد في السيتوبلازم. هيسالني عليها دي يا دكتور؟ والله ولا هيجيب سيرتها، فما تشغلش بالك، هو بير نيوكلير جنب النواه وخلاص. بالنسبه للجزء اللي فوق ده بيقول لك ده مورفولوجيكالي كومبلكس سيستم، ده مكان بالنسبه يعني ده جهاز بالنسبه للشكل هو معقد مكون من فيزيكال وسيسترنا ان ويتش البروتين اند اذر مولكيول ميد ان الاندوبلازميك ريتيكولوم اندر جو موديفيكيشن اند ماتوريشن. يعني اي بروتين او اي ماده ثانيه هتتصنع في الشبكه الاندوبلازميه هتروح هناك عشان التعديل وعشان النضج. يقول لك زي سورتد انتو سبيسيفيك فيزيكال، يعني هو بيحولها الى حويصلات خاصه فور ديفرنت رول ان ذا سيل، عشان وظائف مختلفه في الخليه. الجولجي ابريتس بيبقى موجود بكميه كبيره ويل ديفلوبد في السكريتوري سيل. بيقول لك اكتف بوث ان سيل ذات سكريت البروتين باي اكزوسايتوسيس اند سيل ذات سينسز لارج اماونت اوف ميمبرين اند ميمبرين اسوشيتد بروتين زي النرف. يعني بيقول لك هو بيبقى موجود بكثره في الخلايا الافرازيه اللي هتفرز الحاجات وتخرجها بالاكزوسايتوزس، او في الخلايا اللي ليها لارج ميمبرين. خليه النيرف سيل دي خليه الغشاء بتاعها طويل جدا لان هي خليه برانشت وخليه متفرعه، فالممبرين بتاعها ده بحاجه الى التجديد كل شويه. مين اللي يجدد الممبرين؟ الجولجي. فهو بيبقى موجود في الخلايا دي زي خلايا الاعصاب. برضو كلام يعني للعلم بالشيء. انا هتسال في ايه اللي انا ملزم بيه؟ لايت مايكروسكوب، الكترون مايكروسكوب، وفانكشن. شكرا، ده كده الجولجي. بعد كده هنتكلم على اللايزوزوم، وهنمشي بنفس القاعده بتاعت لايزوزوم. يعني ايه يا دكتور ترجمه لايزوزوم؟ تعالى ناخد الفانكشن. بالنسبه لللايزوزوم فبيقول لك ده مسؤول عن الدايجيشن، الهضم. دلوقتي انت فهمت معايا في محاضرة السيل ميمبرين ان في مواد بتيجي تدخل للخلية صح؟ بحاجة اسمها ايه؟ الاندوسيتوز. والاندوسيتوز دي كانت نوعين، فاجو وبينو. فاجو لو هبلع مواد، هبلع حاجة كبيرة ماكرو مولكيول كبير ولا حاجة يبقى اسمها فاجو. انما شوية مية اكسترا سولار فلويد اسمها بينو. ما علينا. دلوقتي انا بلعت بالفاجوسيتوز، المادة اللي دخلت جوه دي الخلية عايزة تستفيد منها، عايزة تهضمها. وانت لما بتاكل حتة فرخة بتدخل للدم حتة فرخة ولا بتتهضم في الأمعاء عندك وبعد كده تدخل علاقة أمينو أسيد أحماض أمينية؟ فده نفس النظام. مين بقى اللي هيهضم؟ اللايزوزوم. فيقول لك اللايزوزوم مسؤول عن الدايجيشن أوف الماتيريال، هضم المواد انترنج ذا سيل اللي بتدخل الخلية، سواء كان الطريق فاجوسايتوزس أو بينوسايتوزس او ريسبتور ميديتد اندوسايتوزس. دي برضو طريقه للدخول، ان الماده بتيجي ترتبط بريسبتور موجود هنا على الخليه، ساعه ما ترتبط بيه يقوم مدخلها. يبقى ايا كانت الطريقه هنهضم باللايزوزوم. تمام. طيب بيقول لك الاكسترا سولولار لارج بارتكل زي البكتيريا والسيل ديبريس والاذر فورين بودي دي كلها ايه؟ بتدخل بالفاجوسايتوز وتتهضم. يعني مثلا الخلايا المناعيه لما بتبلع بكتيريا بتكسرها باللايزوزوم. تمام. تاني حاجة مسؤول عن الديسبوزال اوف، ريسبونسبل فور مسؤول عن ديسبوزال اوف. ديسبوزال اوف يعني التخلص من مين بقى؟ من الورن اوت. ورن اوت يعني منتهي الصلاحية، يعني ما عادش له قيمة، يعني فاسد. اور دامجد يعني برضه فاسد، سيل كومبوننت. يبقى حاجة جوه الخلية ما عادتش شغالة. زي ايه؟ مثلا ميتوكوندريا، ده أحد الأورجانيل، كبر في السن ما عادش شغال، خلاص ما عادش له لازمه جوه الخليه، خلاص يلا نكسره، يلا نهضمه. اللايزوزوم مسؤول عن التخلص منه. تيجي لك كده في الام سي كيو ريسبونسبل فور، او حتى في سؤال ريسبونسبل فور ديسبوزال اوف الورن اوت اور دامجد سيل كومبوننت نقط، يبقى اللايزوزوم. تمام. طيب القصه دي اسمها ايه؟ اسمها الاوتوفيجي. ليه اوتوفيجي؟ دلوقتي انت بتعمل فاجوسايتوزس لايه؟ للماده اللي جايه من بره. طب دلوقتي انت بتكسر حاجه موجوده جوه، فبسميها اوتوفيجي يعني بلعمه ذاتيه. انت بتكسر الحاجه بتاعتك، اوتو يعني ذاتي بتاعتي. فيقول لك ده مسؤول عن الريموفال اوف النون فانكشنال اورجانيل، اي اورجانيل بايظ ملوش وظيفه هو اللي بيشيله. اور الاكسس سيتوبلازمك ستراكشر، في عمليه اسمها الاوتوفيجي. اكسس سيتوبلازمك ستراكشر يعني تركيب موجود جوه كتير وملوش لازمه. العمليه دي اسمها الاوتوفيجي اللي هي بلعمه ذاتيه، بكسر الحاجات بتاعتي. ده كده اللي تحفظه، يعني دول اول الاثنين دول مهمين، ان انا بهضم المواد اللي جايه بالفاجوسيتوزس، وان انا بتخلص ديسبوزال اوف الورن اوت سيل كومبون. طيب التاني دي مش مهمه قوي، ما شفناش في اسئله خالص، بس عامه اعرفها. بيقول لك في بعض الخلايا اللايزوزوم may release اللايزوزومال انزيم لبره. بيقول لك في بعض الخلايا ممكن الخليه ترمي اللايزوزومال انزيم لبره في الاكسترا سولار سبيس عشان تهضم
مكونات بره، مفهمين ان اللايزوزوم دي حاجه هتيجي تدخل لي جوه فهضمها. اه بص كده حاجه دخلت اهي، اللايزوزوم جت اهي هبلتها اهي هضمتها اهي خرجت الباقي لبره تمام. طب والاوتوفيجي اهو في الصوره دي، ميتوكوندريا قديمه بايظه برضو جبتها حطيت عليها اللايزوزوم كسرتها. طيب عمال ايه بقى القصه دي؟ لا القصه دي ان انا هرمي المحتويات بتاعت اللايزوزوم اللي هي الهيدروليتيك انزيم اللي هي الانزيمات الهاضمه بره الخليه. ده زي مين؟ قال لي زي خليه اسمها الاوستيوكلاست. ان دلوقتي لما حد بيتكسر ونجبسه العظم هناخده في الاستراكشر اوف البون، بيبقى جدار خارجي مصمت واللي في النص ده تجويف، ده تجويف فيه نخاع العظام اللي هو البون مارو. لما بتكسر ايه اللي بيحصل؟ لما بتكسر العظمتين بيبقوا واقفين قصاد بعض كده، وبعدين بيتكون عليهم حاجه اسمها هيماتومه، كتله بلط، وبعدين كل ده يتحول لعظم، كل ده يتحول لعظم. مين بقى اللي بيجي يرسم عشان يفضل المنتصف تاني زي ما كان ويظبط العظمية من بره كده علشان اللي يتبقى اللي هو الجدار الخارجي بس؟ خليه اسمها الاوستيوكلاست. بتعمل الكلام ده ازاي؟ بتدلق اللايزوزوم الانزيم على الاكسترا سولار سبيس عشان تهدر تمام. طيب بيقول لك في بعض الخلايا اللايزوزوم دي مش شغاله كويس، او في لايزوزوم الانزيم ناقصه ابسنس، فبتعمل لي مرض. يقول لك كوز باثولوجيكال اكيوميليشن اوف الاندايجستد سبستريت ان ريزيدوال بودي. يعني بيقول لك طالما اللايزوزوم مش شغاله، الانزيمز مش موجوده، هيبدا يتراكم المواد الغير مهضومه جوه الخليه فتعمل لي امراض. مجموعه الامراض دي بسميها لايزوزومال ستورج ديزيز. كلمه في الفاضي برضه، يعني معلومه ليك خدها، ان لو اللايزوزوم فيها مشكله هيحصل لي مرض اسمه لايزوزومال ستورج ديزيز. ستورج يعني تخزين. طيب كده احنا عرفنا يعني ايه لايزوزوم. تعالى بقى نشوف الكلام اللي فوق، اللايت مايكروسكوب والالكترون مايكروسكوب، وبعد كده نطلع نقرا كل الكلام اللي فوق ده. اللايت مايكروسكوب بتاعي يا دكتور ما بشوفوش بالهيماتوكسلين انديوسي، لكن بشوفه بسبيشال ستين اسمها هيستوكيميكال. مش احنا خدنا حاجه اسمها هيستوكيميكال ستين، اللي هو بدور على انزيم، بدور على تفاعل كيميائي يعمل لي لون فاشوف الحاجه. بدور هنا على انزيم اسمه الاسيد فوسفاتيز. يبقى لما اقول لك اللايت مايكروسكوب هتقول لي دي عباره عن هيستوكيميكال ميثود بديتكت انزيم اسمه الاسيد فوسفاتيز. اما بالالكترون مايكروسكوب فهي ممبرين باوند فيزيكال، هي حويصله ليها غشاء، حويصله كوره ليها غشاء، كوره ليها غشاء. طيب عند هنا هقف وتعالى نجيب الكلام اللي فوق. اللايزوزوم دي عباره عن سمول صغيره ممبرين باوند فيزيكال، يعني ليها غشاء، ريتش ان هيدروليتيك انزيم، مليانه انزيمات هضم. دي تعتبر كونسيدرد الدايجستيف ابريتس، الجهاز الهضمي بتاع الخليه، ريسبونسبل فور هيدروليتيك ديجريديشن اوف الاوبسيليت سيلولار كومبوننت، يعني الحاجات البايظه، الحاجات اللي ما عدناش عايزينها هنكسرها نعملها ديجريديشن. من امثله اللايزوزوم الانزيم النيوكلييز اللي بيكسر النيوكليك اسيد اللي هو الدي ان ايه، البروتييز اللي بيكسر البروتينات، الفوسفاتيز اللي بيكسر الفوسفات. يقول لك ار اكتف اونلي ات ان اسيدك بي اتش، يعني بتبقى شغاله الانزيمات دي بتبقى شغاله في بي اتش حمضي. انت طبعا عارف البي اتش اللي هو من 1 ل 14 والسبعة متعادل، لو انت ناحية ال 14 يبقى قاعدي، لو انت ناحية الواحد يبقى حمضي. بيقول لك البي اتش هيبقى من 4.5 ل 5، ده كده حمضي لانه اقل من 7. بيقول لك علشان نحافظ على البي اتش ده، الممبرين بتاع اللايزوزوم بيحتوي على هيدروجين بامب، هيدروجين اين بامب، ذات جنريت ان انترا انا اسف ذات جنريت ان انترنال اسيد انفايرمنت. هو الفكرة في ايه؟ هو الاتش اللي هو ايون الهيدروجين ده هو اللي بيعمل الحموضه. يعني مثلا اتش سي ال ده حمضي، ليه؟ عشان الاتش. الكي او اتش قاعدي، ليه؟ عشان الاو اتش. فالاتش هو ده الايه؟ الحمضي. فبيقول لك ان الممبرين بتاعها عليه بوابه، عليه بامب، البامب دي بتجيب الهيدروجين من بره تدخله جوه عشان تعمل الاسيديتي دي. فبيقول لك ان الهيدروجين بامب دي جنريت انترنال اسيد انفايرمنت علشان تخلي الانزيمات ديت فانكشن، يعني وظيفيه شغاله وتقدر تعمل هيدروليسيس للسيل كونتنت. اهم حاجه بقى مين الاوريجين، مين اللي بيصنع اللايزوزوم؟ اوريجين يعني منشا، الجولجي. يقول لك الجولجي فروم الجولجي، لكن الانزيمات من الرف اندوبلازميك ريتيكولوم.
يقول لك اللايزوزوم ار بارتيكولرلي اباندنت ان سيل وذ جريت فاجوسيتيك اكتيفيتي، اي خليه ليها قدره بلعاميه شديده انها تبلع من بره زي الماكروفاج ونتروفيل، ودي خلايا مناعيه، هيبقى جواها كميه لايزوزوم كبيره جدا عشان تقدر تبلع الكم الرهيب ده. ده كده اللايزوزوم. طيب ايه الحته اللي انت سبتها تحت يا دكتور؟ انواعه بقى. اللايزوزوم عندنا نوعين، برايمري وسكندري. يقول لك البرايمري بيأبير بالالكترون مايكروسكوب يونيفورملي جرانيولار، يعني كوره كلها متجانسه كلها شكل واحد، الكترون دنس ابيرنس، بسميها انا هوموجينس، يعني متجانسه متجانسه كلها لون واحد، دي البرايمري. طب السكندري؟ لا، بتبان فيها بقع، حته سمراء على حته فاتحه شويه على حته غامقه شويه، نشوفهم كده في الصوره. لا تحت اهي، شايف ده سكندري، في الوان، لكن ده برايمري كله لون واحد. طيب السكندري ليه كده والبرايمري ليه كده؟ قال لك البرايمري لانه لسه not yet engaged in any digestive activity، لسه ما اشتركش في اي عمليه هضم، لسه ما اشتركش في اي نشاط هضمي، وبالتالي لسه نضيف من جوه. لكن السكندري ده برايمري لايزوزوم انفولفد ان، اشترك في دايجستيف اكتيفيتي، بلع حاجه وبدا يهضمها، فالحاجه دي هي اللي عامله لون مختلف جوه، تمام؟ يبقى دي الفكره. طيب الريزيدوال بودي، قال لك لو سكندري لايزوزوم بلعت حاجه وجت تهضمها طلعت الحاجه دي ما بتتهضمش، هيفضل واقف على هيئه ريزيدوال بودي. بيقول لك السكندري لايزوزوم كونتيننج ان دايجستبل ماتيريال، انا لايزوزوم اهو بلعت حاجه جيت اهضمها ما اتهضمتش، هتفضل موجوده جوايا وانا هفضل موجود كده في الخليه مش عارف اهضمها، فسمي نفسي ريزيدوال بودي. كلمه ريزيدوال يعني بقايا، فيقول لك دي الاجسام الباقيه، الاجسام الباقيه من عمليه الهضم، دي الحاجات اللي ما اتهضمتش. يقول لك المواد دي المفروض لو الخليه بتتجدد خلاص هتموت مع الخليه، الخليه ماتت وهيجي خليه جديده، لكن في خلايا في الجسم ما بتتجددش، هي اتكونت معاك وانت جنين وبتفضل معاك طول حياتك، زي مين؟ زي نيرون اللي هي الاعصاب وزي الهارت مصر. فاي ريزيدوال بودي هتتكون هتفضل جوه الخليه، اي ريزيدوال بودي تتكون هتفضل جوه الخليه، ما الخليه ما بتموتش. فيقول لك ريزيدوال بودي كان اكيوميليت اوفر ذا تايم، لما ريزيدوال بودي اتاكيوميليت مع بعضها كده بتقوم عامله لي جرانيول حويصله كبيره، بسميها انا اللايبوفيوجن بيجمنت، صبغه بيجمنت، وهناخدها ان شاء الله في السيل انكلوجن. يبقى الريزيدوال بودي دي عباره عن سكندري لايزوزوم بيحتوي على اندايجستبل ماتيريال، مواد غير مهضومه، فضل جوه الخليه لفتره فتجمع مع بعض وعمل لي صبغه اسمها اللايبوفيجن بيجمنت. يبقى لما نروح للسيل انكلوجن اقول لك يعني ايه لايبوفيجن بيجمنت، تحكي لي القصه من اولها، تقول لي اصل ده سكندري لايزوزوم بلا حاجه اندايجستبل ما بتتهضمش، ففضل كريزيدوال بودي وبعدين اتجمعوا مع بعض كريزيدوال بودي فعملوا لي صبغه اسمها اللايبوفيجن بيجمنت. الصبغه دي بتبقى براون كده لونها بني، لو مسكت قلب واحد لسه عنده 15 سنه 20 سنه وقلب واحد عنده 50 60 70 سنه هتلاقي فرق الوان، تلاقي ده لونه بني شويه بسبب الريزيدوال بودي واللايبوفيجن بيجمنت اللي موجود، تمام؟ دي كده قصه اللايزوزوم كامله مش ناقصها اي حاجه. نيجي للاورجانيل اللي بعده، المايكرو بودي او البيروكسوزوم. ايه الترجمه؟ يعني ايه بيروكسوزوم؟ يعني ايه مايكرو بودي؟ قال لي والله بص هتيجي ننزل عشان ندور على فانكشن ولا اي حاجه مش هنلاقي غير القطعه اللي قدامي دي، فالقطعه اللي قدامي دي انا عايزك تطلع منها بمعلومه واحده بس، ان المايكرو بودي او البيروكسوزوم زيها زي اللايزوزوم بالظبط، زيها زي اللايزوزوم بالظبط، مع فرق ان هي حويصله جواها ماده هاضمه اسمها ال H2O2 فوق اكسيد الهيدروجين، ال H2O2 فوق اكسيد الهيدروجين، بتستخدمه في ان هي تعمل اوكسيديتيف رياكشن، عمليات اكسده وتكسر بيها بعض المواد. حلو. طيب بتصنع ال H2O2 ازاي؟ عشان جواها انزيم اسمه الاوكسيديز انزيم. طب لما ال H2O2 ده يبقى اكسس، يعني زياده عن حاجتها، ما قابلتش هي حد تهضمه فبقى كميه كبيره قوي ممكن تفرقع وتموت الخليه، قال لك لا جواها انزيم تاني اسمه الكاتاليز يقدر يريموف ال H2O2 الاكسس الزياده ده. يبقى كل معلوماتك عن البيروكسوزوم انها زي اللايزوزوم بس جواها H2O2 مش هيدروليتيك انزيم، وان هي اللي بيصنع ال H2O2 الاوكسيديز انزيم واللي بيكسر ال H2O2 الكاتاليز انزيم بس.
دي معلوماتك، انا مش عايز اكتر من كده. طيب الكلام اللي مكتوب يا دكتور عينيا ليه، البروكسوزوم، يقول لي دي انذر جروب اوف فيزيكولار اورجانيل، يعني دي لها غشاء موجوده في السيتوبلازم بتاع الخلايا، سبيشاليزد، متخصصه تو كاري اوت الاوكسيديتيف رياكشن، يعني هي بتعمل لي عمليات الاكسده من خلال مجموعه من الاوكسيديتيف انزيم اسمها الاوكسيديز انزيم. ماشي. اتلايز الموليكولار اكسجين، بتستخدم الاكسجين عشان تنتج H2O2. الاكسس H2O2 الزياده ريموفد باي، يتم ازالته عن طريق الكاتاليز انزيم. بقول لك اوف ويتش بيروكسوزوم كونتين كونسيدرابل كوانتيتيز، يعني المفروض بتحتوي على كميات معينه وبالتالي الاكسس ده لازم يتشال. بقول لك الكاتاليز كونسنتريشن اوف البيروكسوزوم از سو هاي that it is often seen as crystalline inclusion in the peroxisome. بيقول لك كمية الكاتاليز انزيم ده اللي هو انزيم يعني بروتين، بيقول لك كتيرة جدا، فلما بنيجي نبص عليها بالالكترومايكروسكوب بنلاقيها ككريستالاين انكلوجن، كأن في كريستالات متجمعة جوه البيروكسوزوم. فلما يقول لي الكريستالات دي عبارة عن ايه، وعمره ما هيقول لك ولا هتشوفها في السؤال، ولو قال لك يبقى تعالى نتحاسب. الكاتاليز ده بيبان كايه؟ ككريستالاين انكلوجن داخل البيروكسوزوم، مواد كده موجود. بقول لك which can serve as a useful marker to recognize this organelle in electron micrograph. يعني لما بنيجي نبص بالالكترون مايكروسكوب علشان نعرف ان الكائن ده هو بيروكسوزوم بندور على الكريستالاين انكلوجن دي. كمان بقول لك البيروكسوزوم لا يحتوي على دي ان ايه ولا ار ان ايه. اند سيلف ريبليكيتنج، يعني يستطيع يتكاثر مع نفسه، ممكن تصحى الصبح تلاقي الخليه فيها 5 بيروكسوزوم، على الظهر تلاقي الخليه فيها 10 بيروكسوزوم، بس هي ما فيش فيها ماده وراثيه، هي بتتضاعف مع نفسها كده. بقول لك النيو اورجانيل ارايز باي فيشن اوف بري اكزيتنج اورجانيل، يعني الاورجانيل اللي موجود ينقسم عشان يدي اثنين. بقول لك زي ار نيومرس ان ليفر سيل، موجودين بكثره في خلايا الليفر، لان خلايا الليفر من الخلايا اللي بتعمل اوكسيديتيف رياكشن كتير، اللي هو تفاعلات اكسده. تمام، دي كده قصه مين، البيروكسوزوم. بالنسبه للميتوكوندريا، فالميتوكوندريا دي الباور هاوس اوف ذا سيل، ده بيت الطاقه بتاع الخليه. الميتوكوندريا عشان اترجمها لك، انا قلت لك خلاص بيت الطاقه، انت عرفت الوظيفه اصلا، فعشان انزل اقول لك الفانكشن بقت سهله بقى. الفانكشن بتاعت الميتوكوندريا بروديوس الانرجي، يقول لك برودكشن اوف انرجي فور ذا سيل، سيل ريسبيريشن التنفس الخلوي بتاع الخليه او بتاع الجسم، وبرودكشن اوف طبعا وحده الطاقه في الجسم اللي هي الاي تي بي. كمان بيقول لك ان الميتوكوندريا قادره على الانقسام وقادره انها تصنع البروتين الخاص بيها، يقول لك كان فورم البروتين فور ذم سيلف، البروتينات الخاصه بها تقدر تصنعها، كمان تقدر تعمل سيلف ريبليكيشن لان جواها الدي ان ايه الخاص بيها والريبوسوم الخاص بيها، وتستطيع ان تصنع البروتين الخاص بيها، يعني تعتبر خليه جوه الخليه، دي الميتوكوندريا. طيب الميتوكوندريا اسهل ما يكون في اللايت ميكروسكوب والالكترون ميكروسكوب، اصعب ما يكون لو انت عايز تقرا كل الكلام ده، بس هنقرا. فباللايت ميكروسكوب الموضوع بسيط خالص يا باشا، جنرالستين اللي هي هيماتوكسين اندوسين هتبان لي اسينوفيليك، اسينوفيليك اللي هي اسيدوفيليك عادي خالص. طب سبيشالستين، ليها سبيشالستين؟ ليها سبيشالستين اسمه الايرن هيماتوكسيلين، وليها فيتالستين، فيتالستين دي يعني لما تحقنها جوه، لما تجيب الستين دي اللي هي الجونسون جرين وتحقنها لشخص، مين اللي هيتصبغ في خلايا الشخص ده؟ الميتوكوندريا. وهيستيوكيميكال بدور على السيتوكروم اوكسيديز انزيم، يبقى عندك كده اربع صبغات، هيماتوكسلين اسيدوفيليك، سبيشال ستين ايرن هيماتوكسلين، فيتال ستين جونسون جرين، هيستيوكيميكال ستين السيتوكروم اوكسيديز انزيم. تمام، يقول لك هنا الميتوكوندريا بتبان اسيدوفيليا في السيتوبلازم بيكوز ذا لارج اماونت اوف ممبرين كونتين، سيبك من القصه دي، يقول لك ان هي فيها اغشيه كتير فبتبان اسيدوفيليا. ماشي يا عم شكرا. طب بالالكترون مايكروسكوب، هو ده بقى الكلام اللي عليه ايه؟ العين، وهو ده اللي بنتسال فيه دايما. لو جينا نتخيل شكل الميتوكوندريا، فهي عباره عن تو ممبرين، اوتر اند انر، ادي الاوتر ممبرين، ادي الانر ممبرين. طيب ملاحظ ايه يا دكتور؟ قال لي والله ملاحظ ان الاوتر ممبرين بتاعك ستريت، مستقيم وسموث، مفيش فيه اي مشاكل. يقول لك اتس ان كونتاكت وذ السيتوبلازم، يعني ده اللي ناحيه بره، ده شيء يعني، ما هو الاوتر هو اللي في ناحيه السيتوبلازم، ماشي ماشي. ها طيب والانر؟ قال لك لا، الانر يا دكتور انا شايفه متني على نفسه لجوه، يقول لك فولدد انتو تيوبيول، زي انابيب طالعه كده،
اسمها ايه بقى الفولدس او الانابيب دي؟ قال لي اسمها الكريستا او الكريست، اسمها الكريستا او الكريست، which project into the matrix، يعني دخل لجوه، طلع جوه الماتريكس قدامك اهي. And greatly increase the membrane surface area. يعني انا ليه تنيتها كده؟ تنيتها كده علشان تاخد مساحه سطح كبيره. انا لو جبت لك خط كده وجبت لك خط تاني قصاده وقمت عامله كده، هما الاثنين واخدين نفس الايه الطول، لكن تعالى افرد ده هتلاقي عمل خط كبير كده. يبقى الفولدز ديت بتزود السيرفس اريا، بتزود مساحه السطح. اسمها ايه؟ اسمها كريستا او كريست، الاسم ده ما ينفعش تنساه، بتزود السيرفس اريا جدا. حلو، بيقول لك ذا نمبر اوف كريست او دي كريستا ان ميتوكوندريا كوروسبوند تو الانرجي نيد، يعني كل ما الخليه عايزه طاقه كتير كل ما عدد الكريستا والكريست اللي جوه دي يزيد اكتر. بيقول لك this membrane is thinner than the outer membrane، يعني ارفع منه. والانر membrane اوف الكريست شو سمول بارتكل، يعني الانر membrane اللي هو الداخلي من الكريستا دي عليه بارتكلز صغيره، عليه اجسام صغيره اسمها الاليمنتري بارتكل. يبقى ده كده عليه هنا ايه؟ ليه اجسام صغيره طالعه كده، اسمها ايه الاجسام الصغيره دي؟ اسمها الاليمنتري بارتكل، الاليمنتري بارتكل. بقول لك which represent special ionic bore، يعني الاليمنتري بارتكل دي بتمثل بوابات لايونات involve in الالكترون ترانسفير. ايه بقى الالكترون ترانسفير؟ دي عمليه اسمها عمليه نقل الالكترون، هتطحن فيها في البايو كيمستري، هناخدها مع بعض ان شاء الله وهتبقى سهله جدا وبسيطه. فالفتحات دي مسؤوله عن وظيفه من وظائف الميتوكوندريا يعني اسمها الالكترون ترانسفير. على مستوى الهيستولوجي لما اجي اقول لك قول لي الالكترون مايكروسكوب، انا مش طالب منك غير كلام بسيط، ان الاوتر ميمبرين ده ستريت يعني مستقيم سموث ماشي، انما الانر ميمبرين ده فولدد، والفولدز دي كولد كريستا او كريست اند كونتين اليمنتري بارتكل. شوف الموضوع سهل ازاي، مش عايز منك غير الثلاث جمل دول او الثلاث كلمات دول، الكلام اللي مكتوب كله ده ما يهمنيش. هنا بقى هو كاتب لك انها تو ميمبرين ماشي، بوث ميتوكوندريا الممبرين كونتين هاير دنسيتي اوف بروتين مولكيول، يعني الممبرينز دي فيها بروتينز بكميات كبيره. الاوتر ميمبرين بتاع الميتوكوندريا نيكست ان انتر ميمبرين سبيس زين الانر ميمبرين، يعني وانت جاي من بره بتلاقي الاوتر، بعد كده مسافه هي اسمها الانتر ميمبرين سبيس، وبعد كده بنلاقي الانر ميمبرين، وبعد كده بتلاقي جوه هنا حاجه اسمها الميتوكوندريا الماتريكس اللي هي الارضيه بقى بتاعه الميتوكوندريا، اللي هي التجويف اللي جوه الميتوكوندريا. ماشي، في حاجه كده ما قلناهاش في الميتوكوندريا؟ اه ده لسه في صفحه كامله فوق، سهله والله سهل. بص الميتوكوندريا دي عباره عن ممبرين سيتوبلازميك انكلوزد اورجانيل، يعني اورجانيل له ممبرين ماشي. الشيب بتاع الميتوكوندريا هي elongated اوفال، يعني عامله شبه البيضه المطوله كده. بيقول لك باطن الميتوكوندريا may also be spherical او branched او كولويد او فيلمنتوس، انا لها اشكال كتير، ممكن تكون كرويه، ممكن تكون branched متفرعه، ممكن تكون كويلد حلزونيه شويه كده، ممكن تكون فيلمنتوس يعني خيطيه شبه الخيط كده. بيقول لك when living cell are observed in tissue culture الميتوكوندريا are highly dynamic، لما بنيجي نحط خليه في الكالتشر في الزراعه، مش احنا قلنا من اهميه السيل كالتشر، اللي هو لو انا دلوقتي قلت لك ايه اهميه السيل كالتشر لقيتك مش بتجاوب، انت مش مذاكر عدل، ما ينفعش تطلع من محاضره تدخل في محاضره وانت مش مذاكرها كويس. وقلت لكم ده سؤال ريتن في الامتحان، ايه الامبورتنس، ايه اليوزز بتاعت السيل كالتشر؟ كان اول يوز دايركت اوبزرفيشن اوف ذا سيل، ان انا اجيب خليه ازرعها واقعد ابص عليها اتفرج عليها اشوفها بتعمل ايه. يقول لك الخليه دي بتبقى هايلي دايناميك، الميتوكوندريا بتبقى هايلي دايناميك، يعني عماله تنقسم وعماله تتحرك وتروح وتيجي وبتاع. يقول لك زي ار ان كونستنت موشن، بتتحرك حركه ثابته، اندر جو فيشن اند فيوجن، تقعد تلتحم مع بعضها وتنقسم تدي اثنين كده، هايلي دايناميك يعني متحركه. طيب بقول لك كمان الميتوكوندريا ار بريزنت ان اول سيل، كل خلايا الدنيا، كل خلايا جسم الانسان فيها ميتوكوندريا ما عدا الار بي سيز وما عدا الاوتر موست لاير بتاع السكن، دي انا بلحها، ما انا خدت الابيديرمس وعرفت ان الاوتر موست لاير كورنيفايد سيل، ديد سيل ما فيش فيها اي حاجه غير كراتين، فماشي الار بي سيز ما فيش فيها ميتوكوندريا. بقول لك النمبر اوف ميتوكوندريا ريليتد تو الانرجي نيد، ما خلاص قلناها دي، كل ما كانت الخليه هاي انرجي ميتابوليزم زي خلايا الكاردياك ماسل بتاعه القلب او الكيدني تيوبيول، كل ما كان فيها اباندنت ميتوكوندريا، يعني ميتوكوندريا بكميه كبيره جدا، لكن الخليه اللي لو انرجي ميتابوليزم فيها فيو ميتوكوندريا. الميتوكوندريا بتقع فين؟ بيقول لك لوكالايزد ات سايت وير الانرجي از نيدد، يعني موجوده في المكان اللي احنا عايزينه، يعني في الحيوان المنوي مثلا في السبيرم تلاقيها في الميدل بيس،
حيوان المنوي بيبقى كده راس وميدل بيس وتيل. مين اللي هيحرك الديل الميدل بيس دي؟ فتلاقي هي دي اللي فيها الميتوكوندريا عشان تدي طاقة. كمان بيقول لك الانتر مايو فيبرال سبيس ان الاستريتد ماسل سيل، في العضلات فيه بيبقى مسافة كده ما بين الفيبرل وبعضها، الفيبرل دي بتنقبض فمحتاجة، فالمسافة بين الفيبرل بيبقى فيها ميتوكوندريا عشان تدي طاقة في خلايا العضلات الاستريتد ماسل اللي هي العضلات الهيكلية العضلات المخططة. كمان بيقول لك بتبقى موجودة في البيزولاترال بلازما ممبرين انفولدنج ان ذا سيل اوف البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول بتاعت الكدني. خلايا الكدني فيها فولدس، الفولدس ديت اللي بيحصل من خلالها عملية الابسوربشن وعملية السكريشن بتاع الايونات، يعني الكدني بتمتص صوديوم تطلع بوتاسيوم كده، يعني العمليات دي بتتم بطاقة، فهي الميتوكوندريا بتبقى واقفة هناك عشان الطاقة. كل ده كلام يعني، ده حكي، ده شفت كده اسئلة الامتحان هتلاقي سؤال فيه كيس خمس ست سطور وفي الاخر سؤال، تلاقي السؤال ملوش دعوة بالكيس اللي انت قعدت تحرق دم قلبك فيها، فده كده حرق دم وخلاص، لكن ملوش اي 30 لازمه ولا هتشوفه في امتحان. السؤالين المهمين احنا قلناهم بتوع اللايت مايكروسكوب والالكترون مايكروسكوب، النمبر يقول لك بتلاقي ممكن تلاقي من 10 ل 20 الف، من 10 ل 20 ل 1000 او الاف عادي، ارقام كبيره جدا ممكن تكون موجوده. المين فانكشن بتاعتها انها بتبروفايد الانرجي ان ذا فورم اوف اي تي بي، دي وحده الطاقه في الخليه. بتجيبها منين؟ من الميتابوليك رياكشن بتاعت الخليه. بيقول لك الاي تي بي از ا ميجور فورم اوف انرجي، يعني دي مصدر الطاقه الرئيسي والاساسي في الخليه اللي بستخدمه في كل الميتابوليك ورك في كل الشغل بتاعي. كمان الميتوكوندريا مسؤوله ان هي تجنريت الهيتنج، تنتج حراره علشان تحافظ على البادي تمبريتشر، يبقى ده برضو من الوظائف او الفانكشن بتاعتها. اللايت مايكروسكوب خدناه، الالكترون مايكروسكوب خدناه، لسه لي بس حته جديده اهوت، ان النيو ميتوكوندريا اوريجينيتد باي جروس اند ديفيجن اوف البري اكزيستنج ميتوكوندريا. انا قلت لك تحت في الفانكشن بقى ان هي فيها الدي ان ايه الخاص بيها، فيها الار ان ايه الخاص بيها، فيها الرايبوسوم الخاص بيها، بتنتج البروتينات بتاعتها. تمام، يقول لك بروتين سينثيس اوكير ان ميتوكوندريا بات بيكوز اوف ذا ريديوسد اماونت اوف ميتوكوندريا الدي ان ايه بنتج اونلي سمول سبسيت من الميتوكوندريا بروتين، بنتج كميه بسيطه لوكالي للميتوكوندريا عشان هي جواها دي ان ايه بكميه بسيطه برضه، لكن هي اللي بتدي نفسها. الانر موست كومبارتمنت اللي هو الميتوكوندريا الماتريكس اللي ناحيه جوه ده بيحتوي على دي ان ايه، بيحتوي على ريبوسوم، بيحتوي على انزيم، كل دول مسؤولين عن التراي كاربوكسيليك اسيد سايكل. ايه دي؟ عمليه ناخدها في البايوكيمستري فما تشغلش بالك بيها. كمان الفاتي اسيد ميتابوليزم، كمان الميتوكوندريال ترانسفير ار ان ايه. برضه دي كلها معلومات مش مهمه قوي بالنسبه لي، انت بس خليك مركز في المهم، الحاجات اللي انا قلت لك عليها. وبكده خلصت معانا المحاضره، ما اظنش انها صعبه. تعال نحل كده مع بعض، ايه الفانكشن بتاعت الرف اندوبلازميك ريتيكولوم؟ رف اندوبلازميك ريتيكولوم بروتين، دور 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 دور، بروتين بروتين، ركز بقى. احنا قلنا الرف اندوبلازميك ريتيكولوم بتفرز السكريتد بروتين اللي هيتصدر لبره مش السيتوبلازميك بتاع الخليه، يبقى اجابه سي. وحل على باقي على كده بقى باقي الاسئله. تمام، يا ريت تشارك الفيديو لزمايلك، وان شاء الله احنا شارحين المنهج كله من الهاند اوت. اي محاضره عندك فيها مشكله تواصل معايا على الواتس هنحلها لك في الحال. يا ريت تشارك لزمايلك وباذن الله تبقى سنه دراسيه سعيده.